السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات محترفي الحماية. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله سنرى كيفية حذف التحديث الجديد للفيسبوك وهو التايم لاين. إذا كنا تطرقنا في حلقة سابقة لمحترفي الحماية إلى طريقة حذف التحديث الجديد، لكن لم تكن فعالة جدا تلك الطريقة، بحيث يقوم فقط بحذف الصورة الخاصة بالجورنال، وبالتالي يبقى فراغ كبير في البروفيل الخاص بنا. هذه الطريقة هي فعالة وسهلة بمقارنة بسابقتها. إذن الموقع هو timelineremove.com. نذهب إلى هذا الموقع ثم نختار المتصفح الذي نريد أن تظهر به، أن يظهر البروفايل الخاص بنا بشكل عادي، أي بدون timeline. بالنسبة لي الآن أستخدم موزيلا، نعم موزيلا. إذن هذا التحديث هو الآن موجود فقط على موزيلا وجوجل كروم، ومستقبلا سيكون على سفاري وكذلك انترنت اكسبلور. اذا اضغط على موزيلا ثم سيطلب مني اوتوريزي لتثبيت الاكستنسيون الجديده، انقر على اوتوريزي ثم انستالي مانتنو. اذا هكذا قمنا بتثبيت تايم لاين ريموف. أقوم بإغلاق الفايرفوكس المتصفح ثم أعود وأقوم بفتح موزيلا مرة أخرى وسنرى النتيجة facebook.com. بعد ذلك أذهب إلى إلياس مفتاح، وكما تلاحظون عدت إلى طريقة أو الفيسبوك القديم، بحيث لم يبقى عندي على شكل جورنال. إذن طريقة سهلة. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أتمنى أن هذه الطريقة قد راقت لكم. لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم ورأيكم وتساؤلاتكم. يمكنكم متابعتنا على www.2s3pro.com، كذلك على صفحة محترفي الحماية facebook.com/theprofessionalsecurity. شكرا وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مفتاح.